السلام عليكم. مطلوب مني اصمم براند عطور ياخد الهويه العربيه او ستايل الخروف العربي. طب تعالوا مع بعض باختصار نشوف ازاي هنعمل اللوجو ده وهنطلعه بالشكل مناسب جدا وبسهوله جدا وخطوات بسيطه، مفيش اسهل من كده. هنفتح عمل جديد، طبعا انا بستخدم برنامج الالستريتور. هنجيب اداه الاليبس وهنرسم بشكل يعني شبه بيضاوي كده، نسبه الدوران فيه بسيطه. هنخلي ستروك وهنلغي الفيل وهنزود ستروك. عايزين نرسم نكمل ده، نعتبره زجاجة عطر. هنجيب الريكتانجل طول وهنرسم الشكل ده كده. هنعمل زوم ان، هنجيب اداة المقص وهنقص النقطة دي هنا كده والنقطة دي هنا كده ونحذف الشكل اللي تحت. وهروح على الشكل ده وهعمل له الواتس بروفايل ده. وهنيجي هنا هنجيب اداة الريكتانجل وهنرسم المربع ده، وهنجيب اداة المقص وهنحذف الجزء ده كده. هنعمل زوم علشان نحدد النقطة وهنحذف الجزء اللي تحت، وهنعمل له برضو الويتس بروفايل اللي هو ده. وهنجيب أداة السهم الأبيض ونجيب النقطتين دول نسحبهم كده شوية. هنكبر الستروك هنا شوية، هنجيب الستروك ده طبعا نحدد بالسهم الأسود علشان نكبر الستروك، وده كمان شوية. اوكي كده ممتاز، انا رسمت زجاجة العطر. هقفل الطبقة دي وافتح الطبقة التانية. طبعا الكلمة المكتوبة اللي موجودة عندي هي كلمة ورد، كلمة صعبة جدا جدا وتشكيلها هيكون صعب، لكن هنعملها باحترافية اكتر. هنروح على نحدد الفونت، طبعا هنختار الفونت ده اللي هو Arab Fonts Summit 717، موجود وحملته لكم قبل كده وهتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن. كليك يمين كريت اوت لاين وان جروب ريليس كومباند باس، وهنشيل الجزء ده من الباس فايندر، هنضغط على الماينس فرونت، هنيجي على الجزء ده ونعمل له يونايت في الباس فايندر. هنجيب حرف الواو ونكبره بقى يعبي المكان كله بالشكل ده، وهنجيب حرف الراء نعمل له روتيشن سنه كده، وهنجيب حرف الدال نخليه يعبي برضو المكان هنا. ممكن نكبر حرف الراء شوية وحرف الدال شوية. هنحذف من هنا الجزء ده كده، وهنحذف من هنا الجزء ده، وهنحذف من هنا الجزء ده كده، ونضغط كنترول وناقص. طبعا انا عايز الجزء ده يطلع لفوق سنة صغيرة كده مش اكتر. هنجيب الجزء ده وهنجيب أداة السموز ونبدأ ننعم زي ما اتعلمنا في الدروس اللي فاتت، إن ننعم الحواف بالشكل ده كده. الجزء ده هضيف فيه ورد. الورد هجيبها منين؟ ممكن تروح على موقع فري بايك، وتكتب مثلا فلاورز وتقدر تاخد اي ورده مناسبه من الورد ده تضيفها في التصميم. طبعا انا كنت منزل الملف ده قبل كده فهستخدم الملف ده في التصميم. ممكن اخد الشكل ده كده
هعمل له روتيشن هنا واعمل له ترانسفورم ريفلكت، وبعدين هنضغط اوكي. هاخده كوبي كنترول اكس وهفتح له طبقه جديده احطها فيه. هقفل كل الطبقات دي وهفتح طبقه جديده، وهروح على ملف التشكيل اعبي الفراغات بالتشكيل. هجيب التشكيلات بالكامل كده، واعبي الفراغات بقى اللي عندي بالتشكيل بالشكل ده كده، بحيث ان احنا ندي الكلمه ستايل عربي كامل. بعد كده هنقفل الطبقة دي ونفتح طبقة جديدة، وهنجيب أداة البلوب براش وهنزود حجم الفرشة للحجم المناسب. لا هنزود أكتر، ونعمل نقاط نعبي الفراغ. بعد كده هنضغط على البلوك دبل كليك، وهنخلي القيمة بتاعتها النصف بالظبط. ممكن نديها درجة تانية بالبلوب، نقلل القيمة من نصف او اكتر من نصف، ونديها درجة ثالثة من البلوك النقاط الصغيرة دي. تمام كده، هنروح نفك الطبقات عن كل اللايرز. هنفك القفل، هنيجي للطبقة دي، هنقف هنا كده وهنجيب أداة المقص ونقص نقطة هنا ونقطة هنا، ونحذف الأجزاء دي. نضغط كنترول وناقص، هنجيب الجزء ده كده، ندي الويدث بروفايل ده ونكبر شوية، وبعدين هنروح على اوبجكت ونختار اكسباند. نيجي بقى لمرحلة التلوين. كده الشكل كامل جاهز عندي. نيجي لمرحلة التلوين. أول حاجة هنعمل الباك جراوند، هنفتح طبقة جديدة وهنجيب أداة الريكتانجل ونرسم مربع بالشكل ده، وهنديله وليكن اللون البنفسجي ده. ونسحبه تحت ونقفله بالشكل ده كده. هنيجي للشكل الاول اللي هو كلمة ورد، هنديها اللون الابيض الفاتح. وهنيجي للتشكيلات، هنديها درجة من الابيض اغمق شوية. وهنيجي للنقاط، هنديها درجة من الأبيض أغمق شوية بالشكل ده كده. هنيجي للأشكال دي، هنديها اللون ده. طبعا ديت هنحولها لستروك زي ما كنا عاملين، ونخلي الويدث بروفايل ده، هنضغط عليها Object Expand Appearance، وديت برضه هنخليها زي ما هي كده. هنيجي للنقطة دي ودي ودي، هنديهم اللون الأبيض اللي هو ده. هنيجي بقى لبعض التشكيلات اللي موجودة هنا، هنديها نفس درجة الأحمر ده، هتدينا شكل جمالي أكتر.
دي ببساطة فكرة عمل اللوجو بتاع النهاردة والشعار بتاع النهاردة، ببساطة جدا عملناه على برنامج ادوبي الستريتور، وخطوات بسيطة طلعنا بالشكل الجمالي ده. تقدر بقى تتحكم في الالوان على راحتك، لكن النتيجة معانا هتطلع مبهرة ان شاء الله، حتى كمان لو اديته اللون الذهبي هيطلع شكله اشيك واجمل من كده. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا الدرس ده، دعمكم مهم للقناة، وانتظرونا في دروس جاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.